تحتفل الكنائس الكاثوليكية في الرابع عشر من شهر أيلول من كل عام بعيد رفع الصليب المقدس. ففي منطقة الفحيص احتفلت راهبات الصليب في بيت العناية الإنسانية بعيد ارتفاع الصليب المقدس، وذلك بقداس إلهي ترأسه المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، بحضور عدد من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية والأخوات الراهبات وشخصيات رسمية وجمع من المؤمنين وأبناء الرعية وجوقات ترانيم وشبيبات وكشافات. أراد السيد المسيح أن يختبر الألم وأن يشرب كأس الألم والموت حتى الثمالة. لماذا؟ لكي يقول لنا بأن للألم قيمة، يقول لنا بأن للألم قيمة فداء. ليس الألم طاقة مهدورة، ليس الألم طاقة عبثية، إنما الألم إذا ما قبلناه وراء مخلصنا وفادينا الذي حمل صليبه، إذا ما حملنا صليبنا نحن فإن لهذا الصليب قيمة فداء وقيمة خلاص. وفي نهاية القداس الإلهي قام المطران الشوملي برش الماء المقدس على حبات الرمان، ومن بعدها تم إشعال النار وسط ابتهاج وفرح الجميع بعيد الصليب المقدس. وفي منطقة جبل عمان احتفلت الكنائس بعيد ارتفاع الصليب المقدس، حيث ابتدأ الاحتفال بقداس إلهي أقيم في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك، وترأسه الأب نادر ساووق راعي الكنيسة بحضور عدد من الآباء الكهنة وممثلي الكنائس الرسولية وجمع من الراهبات والمؤمنين وجوقات ترانيم وفرق شبيبات وكشافات. في رسمنا الصليب نتذكر محبة الرب يسوع لنا، نتذكر أن الصليب ذبيحة حب يسوع المسيح، فيسوع المسيح بموته على الصليب قد علمنا لا أن نقتل الأعداء بل أن نموت من أجلهم. الصليب عمره ما كان علامة اعتداء، إنما هو علامة فداء. والمسيحي الذي يحمل الصليب على صدره يعلن أمام العالم أجمع أن الله الذي نؤمن به هو إله المحبة والرحمة. وفي ختام القداس الإلهي توجه الجميع في مسيرة إلى كنيسة مار يوسف للاتين، ترأسها الأب وسام منصور راعي الكنيسة، حاملين فيها الصليب المقدس، إضافة إلى تقديم العديد من الفعاليات التي ابتدأت بعرض مسرحي حول الآلام والصلب وإضاءة النار وتوزيع حبات الرمان. جيت على الأرض حتى تخلص شعبك ويكون الخلاص وتكون القيامة وتكون الخلاص وتكون الافتخار، راية النصر اللي بتجمع جميع المسيحيين، واليوم جمعتنا من كل الكنائس حتى نعلن افتخارنا بهذه الراية اللي خلصتنا وحررتنا وأعطتنا النعمة والفداء. فبنشكر ربنا على هاي النعمة وبنصلي حتى ربنا يحفظنا بالوحدة والمحبة بشكل دائم. لأجل نجاتنا ولأجل نجاة بلادنا من كل ضيق وخطر وشدة إلى ربنا نشكر الرب من أجل كل القوة اللي بمنحنا إياها، ومن أجل صليب الرب يسوع المسيح اللي هو فخر لنا، وليس لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الإيمان المسيحي الواحد اللي بيجمعنا في كل مكان.
كما احتفلت الرعية الكلدانية بعمان بعيد ارتفاع الصليب المقدس، حيث ترأس قدس الأب زيد حبابة راعي الكنيسة الكلدانية القداس الإلهي بحضور المنسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وجموع من أبناء الرعية وجوقة الكنيسة. الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا، الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية، هو يبارك جمعنا. Quale speranza respirare nella vita? وموقف يسوع من فوق الصليب هو من أجل أن تدلينا الطريق، وخصوصاً للشباب، ما هي الطريق الصحيحة، ما هي الطريق الحقيقي.